رجعنا لكم لنتابع حلقة اليوم من حلوة يا دنيا، وزي ما قلنا لكم اليوم استثنائيا احنا مستمرين اكيد ومستثمرين بوقتنا معاكم لغاية الساعة 12 للوقوف مع اهلينا بغزة. بنحب نذكر الجميع بانه بتقدروا تحكونا على الهواء مباشرة، وايضا تبعتوا رسائل قصيرة على الارقام الظاهرة على اسفل الشاشة بكلمة غزة بالعربي او بالانجليزي، او تزوروا مكاتب رؤية بشارع مكي عمارة ديهانات ناشنل، وكنا اكيد بنقل مباشر مع زميلنا جورج برهم اللي عم بيستقبل كل المتبرعين وبنشكرهم اكيد. سلف، ولا معنا اتصال مميز جدا من القدس. معنا من القدس صاحب السيادة المطران الدكتور عطالله حنا من بطريركية الروم الأرثوذكس. سيدنا صباح الخير والله يعطيك العافية. صباح الخير، يعطيكم العافية، واحنا حقيقة نود ان نحييكم بنوع خاص، ونحيي كل المشاركين في هذا البرنامج وكل الذين يستمعوننا الآن، ونحن نطلق حقيقة من قلب مدينة القدس نداء استغاثة إلى كل أصحاب الضمائر الحية في العالم بضرورة أن يلتفتوا إلى فلسطين الجريحة. عندما تكون غزة جريحة، فلسطين كلها تكون جريحة، وكل الأمة العربية تكون جريحة. ولذلك نحن نتمنى من كل من يسمعنا الآن بأن يلتفت إلى غزة، وأن يتضامن معها، وأن يتعاطف معها، وأن يكون معها في مصابها، وهي تتعرض لهذا العدوان الغاشم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أنا أود حقيقة أن أشكركم باسم أهلنا في فلسطين وفي القدس على إتاحتكم لنا الفرصة لكي نتحدث معكم ومن خلالكم مع كل من يشاهد ويسمع هذا البرنامج الآن. سيادة المطران، أكيد إحنا كمان معانا باستوديوهاتنا بعمان دكتور ممدوح العبادي، بيصبح عليك. دكتور ممدوح يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لمواقفك الوطنية والقومية، ونحن سبق لنا أن التقينا في عدة مؤتمرات ولقاءات، وأنت من الأشخاص الذين نحترمهم ونقدرهم، وأنا أود أن أحييك حقيقة من القدس، وشكرا لك على كل كلمة طيبة قلتها، وأنت دائما صاحب الكلمة الطيبة. بارك الله فيك، ويعني أنت عنواننا والله بالمعركة، وأنت عنواننا أيضا بالصمود في فلسطين وفي غزة وفي كل المحافل، رغم الحصار الذي دائما يكون حولك وضدك، لكنك عندما تكون إنسانا شريفا ووطنيا ومخلصا في قضيتك ومخلصا في حماية رعيتك من هذه الغوغاء اليهوديين والصهاينة، أنا أشكرك جزيل الشكر، ونقول لك بأن غزة إن شاء الله ستصمد، والشعب الفلسطيني صامد طول عمره ولن يسكت أبدا حتى يسترد كل ذرة تراب من أرضه من أيدي الصهاينة المحتسبين. نعم. المغتصبين إن شاء الله. نعم. نيافة المطران، نيافة المطران، أسألك سيدنا على الحالة الخاصة التي تتكرر في غزة. كنيسة القديس بورفيريوس، الكنيسة الأثرية القديمة، هي واحدة من الكنائس التي فتحت أبوابها لكل من فقد بيته وتشرد داخل قطاع غزة من مسلمين ومن مسيحيين أيضا. أرجوك سيدنا، طبعا لابد أنك أنت على تواصل مع المطران أليكسيوس هناك في غزة، وأيضا الأرشمندريت اللي موجود، وتحكي لنا أكثر على الحالة اللي بتكون داخل يعني حدود الكنيسة. أخي فؤاد، أنت تعلم أن فلسطين كما هو الأردن حقيقة، فلسطين هي نموذج في الإخاء الديني وفي الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العربي الفلسطيني الواحد.
عندما تم احتلال فلسطين عام 48 وعندما تم احتلال ما تبقى من فلسطين عام 67، الاحتلال لم يميز في عنصريته وفي عدوانيته بين مسلم ومسيحي وبين كنيسة ومسجد. كلنا تم استهدافنا وتم اقتلاعنا وتم اضطهادنا في ديارنا وفي وطننا. وحقيقة اليوم العدوان على قطاع غزة هو ليس عدوانا على فصيل بعينه أو على جماعة معينة بعينها، هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته. هذه القذائف التي تنهمر على أهلنا هناك لا تميز بين مسلم أو مسيحي وبين منتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك الفصيل، كل الشعب الفلسطيني مستهدف. وحقيقة يعني تزامنت الأحداث في غزة مع أحداث مؤسفة أيضا في العراق، حيث أن مجموعة داعش الإرهابية الهمجية شردت المسيحيين واضطهدت المسيحيين وطردتهم من البلد الذي عاشوا فيه منذ قرون طويلة. ولذلك أرادت فلسطين في هذه الظروف أن تقدم للعالم بأسره نموذجا متميزا في التآخي الديني وفي العلاقة الطيبة الإسلامية المسيحية. ففتحت الكنائس في غزة، وخاصة كنيسة القديس بورفيريوس التي يعود بناؤها إلى القرن الرابع للميلاد، وهي تعتبر من أقدم الكنائس الموجودة في منطقة غزة. فتحت الكنيسة وفتحت مرافق الكنيسة والدير وبيت المطران والكاهن لكل المشردين الذين تركوا منازلهم نتيجة القصف. وكأننا أردنا من فلسطين أن نقول للعالم بأسره كمسيحيين وكمسلمين بأنه مهما تم التآمر على وحدتنا الإنسانية والوطنية، ومهما تم التآمر على إخائنا الديني، سنبقى إخوة في انتمائنا للإنسانية، وسنبقى إخوة في انتمائنا للعروبة، وفي انتمائنا للشعب العربي الفلسطيني. ولذلك حقيقة المطران أليكسيوس والأب الموجود معه، حقيقة يعني قبل قليل كان هنالك اتصال وكان هنالك يعني تواصل مع المطران. المطران حقيقة يقوم بدور رائع، وهو يرحب بهؤلاء المشردين، وهذا هو واجبنا. أنا أود أن أذكر الإخوة المستمعين أن الكنيسة في فلسطين عام 48 فتحت أديرتها ومؤسساتها للشعب الفلسطيني المنكوب. وهذا يعني حقيقة نحن كمسيحيين وكمسلمين وكعرب وكفلسطينيين وكأردنيين، نحن حقيقة عندنا قيم أخلاقية وعندنا قيم حضارية. نفتح أبوابنا ونفتح مؤسساتنا لمن يحتاجون للمساعدة ولمن يحتاجون للعون. سيدنا كل الشكر لك على مداخلتك وكلامك الطيب، وأرجوك أنه في يوم الأحد أنك تذكر طبعا كل أرواح الشهداء في صلاتك، تتذكرنا دائما في صلاتك، وبالذات طبعا يعني لكل طبعا المنكوبين في قطاع غزة. Oh.